عشان إهانة البلاغ اللي كانت بتقدم فيها بإهانة مرسي و ده كان بلاغ كايدي من محامي من جامعة. لا كان أيام أغنية ساعة سد النهضة تقدموا بلاغات من الإخوان عشان الأغنية اللي كنت بهن فيها مرسي وكاتب النقاب، فالتهمة كانت إهانة مرسي وازدراء الأديان. بس الخطوات اللي بعد كده ايه؟ لسه مش عارفه بقى مع الاستاذ طارق المحامي. النهارده خارجه بكفاله صح؟ كفاله 3000. مش عارفه هو البلاغ قديم اصلا يعني. سياده المستشار تصريح حضرتك ايه يا فندم؟ ان شاء الله ننتظر بس ان نشوف النيابه هتعمل ايه. طب في علاقه باللي حصل والتحقيق بالقناه بتاعت لا 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 لا، البلاغ قديم، البلاغات اللي بتاعت القناه لسه. طب انت هتتوقفي عن الكليبات اللي بتعمليها ولا هتفضلي مستمره فيها؟ لا مستمره. مالوش دعوه بده، مالوش دعوه. مش غريبه ان البلاغ متقدم من سنه ونص والنهارده بتحقق فيه؟ لا عادي. طب بص انا قدام على الشمال يعني، امشي اطلع من الباب هتلاقي الصحفيين ملمومين كده على عربيه مرسيدس. ده ولا حاجه غريبه، والنيابه بتشتغل بالطريقه السليمه والطريقه المظبوطه ومفيش اي حاجه. في ناس بتصور. لا قدام، اخرج بقى واخرج. واحنا تحت امركم يا جماعه. الله يكرمك. هترشحي مين للرئاسه؟ افندم حضرتك هترشحي مين للرئاسه؟ المشير السيسي. ولو المشير السيسي ما نزلش انتخابات؟ ما هينزل ان شاء الله. ولو ما نزلش؟ لا هينزل ان شاء الله. هينزل. اشاره وانت طالع الشارع.